توسل. فتفرقوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، بعدين حتى أنفسهم تفرقوا وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أنه لا ملجأ من الله إلا إليه. بس شوف الملجأ منين يأتي، ملجأ إلى الله، بس منين يأتي الملجأ حبيبي؟ أنت تعلم أن لله غضبا ورضا، لكن كيف تعلم أن الله غاضب أو راضي؟ يجب أن يكون رمز موجود عندك، يجب أن يكون مرجع موجود عندك ترجع إليه فيأتيك. الحديث يقول لك إن الله لا يغضب لغضب فاطمة. أو أنت صاحب ذوق، الحمد لله مثقفين، أنتم كلكم مثقفين، أنا أريدكم أحبابي الحديث تستمرئوه بعقولكم. تلاحظوا هذا الحديث كيف؟ إن الله لا يغضب لغضب فاطمة ويرضى لرضاها. يعني تارة إذا الحديث موجود إن فاطمة لتغضب لغضب الله، هذا جيد، إن فاطمة لترضى لرضى الله، جيد. لكن الحديث والعجيب، هذا الحديث موجود في كل كتب الصحاح، والمسلمون كافة يذكرونه، السنة والشيعة، العامة والخاصة، لأن حجة الزهراء حجتها كاملة وتامة، حتى ما يجي أحد يقول لك هذا الحديث ضعيف السند. لا، كل الصحاح تخرجه، الذهبي في ميزان الاعتدال يخرجه، الابن حجر بلسان الميزان، كلها كلها يبدأ الحديث هكذا: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لفاطمة الزهراء سلام الله عليها: يا فاطمة، إن الله لا يغضب لغضبك. أعيدها عليك مرة ثانية حبيبي، شوف، يمكن تبدأ بالحديث إن فاطمة لا تغضب لغضب الله، بس إن الله يبدأ بالله، يعني الله يغضب لغضب فاطمة. إذا غضبت الزهراء الله غضب، المصدر الذي جعله الله تبارك وتعالى، الزهراء جعلها ميزان لغضبه وميزان لرضاه، وهذا في معنى كبير. أنت بعد فكر فيه وتأمل جيدا، هاي التي يغضب الله لغضبها ويرضى لرضاها، تلاحظ مدارسنا وجامعاتنا ومساجدنا ومحافلنا العلمية تجاهل كبير للزهراء سلام الله عليه. ادخل معرض الكتاب العربي في دولة من الدول العربية، ادخل، انا دخلت مع مجموعة من الشبان، فقالوا: شيخنا ماذا تبحث؟ قلت: انا افتش عن سيدة يومولاتي فاطمة الزهراء، في هذا المعرض موجودة ولا ما موجودة؟ في هذه المكتبة عندك كتاب عن الزهراء؟ لا ما عندي. عندك كتاب عن فاطمة الزهراء؟ لا ما عندي. تريد عندي عن نساء النبي؟ عندي هذه كتب عن نساء النبي، هذه أم سلمة، زينب بنت جحش، عائشة، حفصة، كذا، هذول موجودين، كل واحدة 20-50 كتاب مكتوب عنها. قلت له: صحيح، نساء النبي على رأسي، أمهاتنا، واحد ينكر أمه؟ لكن أنا أريد الزهراء بنت رسول الله، الزهراء روحي فداها، التي يغضب الله لغضبها ويرضى لرضاها، ليش ما عندك كتاب عن الزهراء؟ قال: اتصور ذيك المكتبة بذاك الجانب يمكن عندهم كتاب عن الزهراء، لان شفت عليهم رقابة شديدة، يمكن جايبين كتاب عن الزهراء، وقالوا لهم، هددوهم انه راح يسكرون المحل. عجيب، يعني الزهراء ممنوعة الدخول عندكم؟ ما تدخل؟ ما تعطوها فيزا تدخل؟ ها؟ قال: والله ما ادري شيخنا، الله يخليك، انا ما احب اتدخل بهالامور هذه. قلت له: زين براحتك. فرحت الى هناك، سلام عليكم. عليكم السلام. قلت له: عفوا، انا اريد كتاب عن الزهراء. التفت لي، قال: مولانا في كتاب عن الزهراء، بس ارجوك انه خليها الشكل، لانه هذول جماعه عندهم رقابه على كتاب الزهراء، بس يشوفون الكتاب يسكرون المكتبه مالتي. قلت له: خذلهم الله، خذلهم الله إلى يوم القيامة، فاطمة الزهراء الحبيبة هذه الطاهرة كتابها يكون ممنوع؟ ما تسمح بكتابها؟ وعندك الآن الانترنت اللي يدخل لك مكتبة فيها مليون كتاب في لحظة واحدة، وانت إلى الآن بهالعقلية هذه ما تسمح لكتاب الزهراء وما تسمح لكتب أهل البيت؟ وانت تعيش الاقمار الصناعية والانترنت
والتطور التكنولوجي. وفي أصبع واحد ذاك اليوم جابوا لي أصبع واحد هكذا أصبع، صدقوني في أكثر من 600,000 مجلد كتاب أصبع واحد تخليه بجيبك وتدخل إلى أي دولة ما حد يحكي معك. لكن يبقى الإنسان عاثر الحظ الجاهل اللي يريد أنه يبين أنه هو ضد الزهراء سلام الله عليها. وإذا طلع كتاب عن الزهراء وطبعت المطابع اقرأوا الكتاب شنو فيه، شنو الكتاب فيه. الزهراء كانت أكبر بنات النبي، كان منظرها قبيح، ما كان أحد يتزوجها، كانت معقدة. هذا أحد الكتب هالشكل كاتب عن الزهراء، كانت معقدة، ما تقوم لصلاة الصبح، كان رسول الله يركلها برجله. والله هذا الكتاب هالشكل ومدخليه في بعض المدارس اللي موجودة الثانوية والمتوسطة وحتى في الجامعات يدرسون هذا المعنى، رسول الله يركل الزهراء برجله لصلاة الصبح. ها يعني تأملوا أحبتي وين احنا الآن، لماذا تحرمون هذا الجيل من هذا النور ومن هذا العلم ومن هذا الفهم؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. على كل حال تأملوا العبارة أحبتي، أرجوكم إذا خرجتم من هذا المجلس اكتبوا هالليلة بحق الزهراء عليكم، كل واحد يأخذ ورقة وقلم ويكتب هذا الحديث، يا فاطمة إن الله لا يغضب لغضبك. وتأملوا إن من أدوات التوكيد كما تعلمون أنتم رواد اللغة العربية، وهاي اللام للتوكيد يسموها لام المزحلقة، إن الله لا يغضب، هاي لام المزحلقة تجي لغضبك ويرضى لرضاك، وإن كان فيها معنى التدليل على عمق القضية أكثر، وفيها رسالة أنك أنت تلاحظها أمامك وتشوف القضية وين وتأخذها. يا حبيبي إن الله لا يغضب لغضب فاطمة، فهل فاطمة الزهراء راضية علينا حبيبي؟ ها هذا هلال بن أمية وكعب بن مالك ومرارة بن الربيع، هؤلاء تخلفوا عن رسول الله في غزوة من الغزوات، انظروا ماذا صار، إلى أين وصل حالهم. خرجوا في الجبال في المدينة، يمكن راحوا إلى جبل أحد، يمكن هالجبال هاي المحيطة بالمدينة، يبكون الليل والنهار. بعدين مرة واحدة سمعوا هذا كعب بن مالك وبصوت رفيع وتبعه هلال بن أمية ومرارة بن الربيع بصوت رفيع يصيح أقسم عليك بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين إلا ما تبت علينا يا رب العالم. الرسول جالس في بيت أم سلمة، نزل جبرائيل بالتوبة، قال يا أم سلمة لقد تيب عليهم، الله تاب عليهم لأنهم توسلوا بي وبأهل بيتي. إذا كان آدم الله ما يقبل توبته إلا بأن يتوسل بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، والكلمات هي محمد وأهل بيته. إذا كان الله ما يتوب على آدم إلا بذكر النبي وأهل البيت، يتوب على هؤلاء من دون ذكر النبي وأهل البيت؟ لا والله. لذلك الرواية الواردة عن أهل البيت هذه، لما ذكروا أهل البيت أصحاب الكساء وبكاء الله تاب عليهم. يقول الله تبارك وتعالى يا جبرائيل إني أسمع أنينا في جهنم، واحد بالنار أي إن مكبل بالحديد. الله يقول لجبرائيل اقرأوا هذا الخبر في الكتب الأربعة اللي عندنا، يا جبرائيل إني أسمع أنينا في جهنم ينبعث من شخص مكبل بالحديد ومضيق عليه، وهو يناديني ويقول اللهم بحق محمد وأهل بيته إلا رحمتني. يا جبرائيل انزل إلى النار وأخرجه. هنا كلام هكذا الرواية، يقول يا رب إني أخشى من النار تحرقني. جبرائيل يقول لأنه ليس هو من ملائكة النار، لأن ملائكة النار ما تحرقهم النار، جبرائيل ليس من ملائكة النار. قال الله يا جبرائيل
إذا نزلت إلى النار فقل اللهم صل على محمد وآل محمد، فإن النار تكون عليك بردا وسلاما. ينزل جبرائيل ويستخرج هذا الرجل، يقول لك كم صار لك في النار؟ قال دهر من الدهور. قال ما الذي قلت؟ قال توسلت بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين، اذكرته. هذا موحد، هذا انسان هو موحد بس عاصي، ليس منافق ولا كافر حبيبي، عاصي، رجل عاصي. يقول له ذكرت اهل البيت، اللي يذكر فاطمة الزهراء يقول يا الهي بحق فاطمة، بحق الحسن، بحق الحسين. واحد يذكر هؤلاء الطيبين. احبتي الفم يطهر، هذا فمك يطهر 40 يوما. نزلت التوبة عليهم، رجعوا الى المسجد في بكاء. صار هذا كعب بن مالك يأخذ الحسن والحسين يقبلهما، الناس كلهم يبكون. رسول الله وضع الحسن والحسين في حجره وصار يتحدث الى الناس، الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنة، الحسن والحسين ريحانتاي من الدنيا، فاطمة بضعة مني، فاطمة هي روحي التي بين جنبي، إن الله لا يغضب لغضب فاطمة ويرضى لرضاها، أنا مدينة العلم وعلي بابها، يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى. وصار يقرأ هذه الأحاديث على أصحابه والتزم، وقال لهم تمسكوا كما قلنا، خذوا بحجزة هذا الأنزع علي بن أبي طالب، فإنه الصديق الأكبر والفاروق الذي يفرق بين الحق والباطل. قرأت لكم هذا الحديث الليلة الماضية أحبابي، واسمعوا هنا الآن. هكذا يقول الرسول عن أهل بيته، أصحاب الكساء، غطاهم بالكساء، قال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي، هذا علي وفاطمة والحسن والحسين، هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم. وإذا الله يخاطب الملائكة، يا ملائكتي وعزتي وجلالي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية، إلى آخر الخطاب، إلا لأجل هؤلاء الخمسة. جبرائيل يقول ومن يا رب تحت الكساء؟ قال هم فاطمة. وهاي فيها معنى كبير حبيبي، حتى لغة إذا تسكت عنها، يعني تسكت تتوقف، تقول هم فاطمة، يعني هم فاطمة، بعدين استمر، وأبوها وبعلها وبنوها. فإذا هكذا كان الله يبدأ بفاطمة، كذلك لما علم آدم الأسماء كلها بدأ بفاطمة أيضا. أي نعم حبيبي، الليلة ليلة التوبة، وقلوبنا إلى الله بحق الله عليكم. هذا المجلس راح يخلص بعد ليلتين ثلاثة أحبابي. أقرأ هذه الليلة سورة ياسين والصافات، إهداء لفاطمة الزهراء، لأن هي وصت الإمام أمير المؤمنين يقرأ لها ياسين والصافات على قبرها، يقف على قبرها ويقول حبيب ليس يعدله حبيب، وما لسواه في قلبي نصيب، حبيب غاب عن عيني وسمعي وعن قلبي، حبيبي لا يغيب. فيقرأ لها ياسين والصافات وتأخذ هاك غفوة سنة نوم، فيرى الزهراء تقول له أبا الحسن لا تعد لقبري هذه بعد هذه الليلة، لماذا يا زهراء؟ تقول له إن الحسن والحسين وزينب استيقظوا من النوم فرأوا الدار خالية مني ومنك، عد إلى الدار. رجع شاف حوراء زينب عمرها 5 سنين، أم المصايب هاي، روحي فداء لتراب أقدامها، واقفة وراء الباب تبكي. فتح الباب رآها، احتضنها، عانقها، تقول له أبا لا أنت ولا أمنا فاطمة. هكذا كان، الله أكبر، الله أكبر. لذلك الليلة حبيبي ليلة التوبة، اللهم إنا نتوب إليك فتب علينا، نحسن أخلاقنا، نحسن سلوكنا يا سيدي في عصر الغيبة، حتى إمامنا صاحب العصر والزمان يرضى عنا. الليلة اقرأ ياسين والصافات، أقول هكذا إذا وفقكم الله وكلكم موفقون، اقرأوا الإسراء والكهف،
سورة الإسراء والكهف من قرأها ليلة الجمعة واستمر عليها وداوم يكون من أصحاب الإمام صاحب العصر والزمان. هذا خبر اخذوه من عندي إلى قلوبكم. والطواسين الثلاثة الشعراء والنمل والقصص اللي تبدأ بطاء سين، طواسين الثلاثة هاي تقرأ أيضا ليلة الجمعة. إذا عندك وقت قرأت الحواميم السبعة قصيرة هي بسرعة تخلص من غافر إلى الأحقاف، لأنها كلها تبدأ بحاميم، سبع سور اسمها حواميم السبعة. ثم تقرأ دعاء كميل يشهد الله أي حاجة عندك تأخذها. إذا استمريت لثلاث جمع وإذا استمريت عليه طول عمرك الله تبارك وتعالى يعطيكم خير الدنيا والآخرة. شوفوا هذا الإنسان الذي وضع رأسه هكذا بين يديه وأقبل إلى الحسين يقول له سيدي أنا الذي جعجعت بكم في الطريق وحبستكم عن الرجوع، سيدي أنا تائب هل ترى لي من توبة؟ هذا الحر يعلمنا الحرية. فقال له الإمام الحسين إن تبت تاب الله عليك. وبعد ذلك بعد لحظات وإذا يشوف الإمام الحسين يقف على مصرع هذا الرجل ويمسح الدم والتراب عن وجهه ويقول ما أخطأت أمك إذ سمتك حرا، أنت حر في الدنيا وسعيد في الآخرة. الآن عاد لما إجوا جماعة عمر بن سعد وأرادوا أن يرضوا الأجساد الطاهرة عشيرة الحر بنو رياح قاموا ونفضوا أيديهم هكذا على قوائم سيوفهم وقالوا لعمر بن سعد لا والله ما نسمح لك أنك أنت تأمر الخيالة ترض صدر زعيمنا وعبيدنا هذا الحر، زعيمنا حتى لو راح مع الحسين يبقى هو زعيمنا، ما الذي تصنعون؟ قالوا نحمله إلى مضاربنا. فحملوا الحر إلى مضاربهم. لذلك لما تروحون إلى كربلاء تشوفون الحر بعيد وكأنما الحسين كأنه هكذا أذن بنقل الحر حتى تعرف اتساع رقعة المعركة، اتساع المعركة. هاي المعركة كلها خيل، إذا كان بنو رياح مضاربهم هناك فمعناه الخيل كانت مستمرة. لذلك اللي عنده عشيرة شالوه، يجي هذا الخضر يقول العشيرة شالت بحر الظهيرة، الكل منهم عليه شالت الغيرة، يابا بس ظلوا ها انت عشيرة الحسين، بس ظلوا الما عندهم عشيرة ضحايا على الترب من غير تغسيل، امس المسا والنار ما خلت لنا خيام، صوان ما ظل تلتجب فيها ليتام. سيدتي ماذا عندك؟ زينب تقول اظلم علينا الليل وازدادت الوحشية وما شوف غير ايتام تتصارخ بدش، وبعد وشيخ العشير حسين ما حد شال نغشة. بارك الله فيكم احبتي، احنا ملتزمين بالوقت والا في مجال بعد للقراءة ان شاء الله في الليالي الاخرى. وبكاءكم ودموعكم من اول المجلس الى الان انتم في حالة خشوع ودموع، اسأل الله ان يحفظكم. فخذوا حوائجكم خمس مرات اما يجيب المضطر، ونقرأ المقطع الاخير من دعاء كميل بارك الله فيكم، ونذكر امامنا صاحب العصر والزمان. بسم الله الرحمن الرحيم. اما يجيب المضطر اذا دعاه، اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.